تخيل عندك حلم تسعى وراه، حلم كبير يمكن أنت ما تتخيل أنك تقدر توصل لهالحلم. هاشم الجد الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده حلم، وهو القوافل التجارية إلى اليمن وإلى الشام، حيث المملكة البيزنطية أو الإمبراطورية البيزنطية. خل أعطيكم أنا خلفية سريعة على قريش في ذيك الفترة. طبعا قريش في ذيك الفترة ما كان عندهم عملاتهم اللي يتداولونها، كانوا يستخدمون الدرهم الساساني الفضي من فارس، وكانوا يستخدمون الدينار البيزنطي الذهبي بجانب عملات ثانية منها عملة الحبشة وغيرها من دول، ولكن الأساس كان عندهم هذه القطعتين، فهذه كانت العملة المتداولة. زين، من اللي أدخل هذه العملة الصعبة؟ هو هاشم جد الرسول. طبعا هاشم فكر في فكرة لما صارت يعني خلينا نقول ضائقة على أهل قريش، فكر في فكرة أنه يخرج بقوافل تجارية حتى يتاجر ويدخل العملة الصعبة، وهذه ذكرت حتى في القرآن في سورة قريش، بسم الله الرحمن الرحيم، إلى في قريش إلى في رحلة الشتاء والصيف الآيات. فرحلة الصيف كانت إلى الشام حيث المملكة أو الحضارة البيزنطية، والشتاء كانت إلى اليمن. البعض يسأل هل استمر الحال حتى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، تموا يستخدمون هذه العملات حتى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حتى بعد ذلك، لأن أول من سك العملة العربية الإسلامية هو عبد الملك بن مروان، وهذه عملة عبد الملك بن مروان الدينار العربي الإسلامي. نرجع حق الرسول صلى الله عليه وسلم وحقبة الرسول صلى الله عليه وسلم. الملوك اللي عاشوا في فترة الرسول صلى الله عليه وسلم، ناخذ الإمبراطورية البيزنطية، الإمبراطور البيزنطي جاستن الثاني، ثم الإمبراطور تايبيريوس كونستانت، ثم الإمبراطور موريس تايبيريوس، وثم الإمبراطور فوكاس وراح نرجع له، وثم الإمبراطور هرقل العظيم الروم. طبعا الأربعة السابقين كانوا قبل البعثة، والإمبراطور هرقل العظيم الروم اللي طبعا معروف أنه وصلته رسالة من الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه للإسلام، هو اللي كان في وقت البعثة. أما الدولة الساسانية فكانت في عهد كسرى اللي هو خسرو الثاني، وهذه كلها إذا دل على شيء يدل على أن هاشم هو من أسس هذا الخط التجاري اللي كان الرحلتين الشتاء والصيف. طبعا أذكر ملاحظة بسيطة، الباحث فاضل الربيعي الباحث المعروف يذكر أن هذه القوافل التجارية أو رحلتي الشتاء والصيف كانوا قبل هاشم، وهذه طبعا رأي نحترمه ونقدره وإن كنا نختلف معه.